اتكلمنا قبل كده عن الميتافيرس، فاكرينها؟ اللي عملها مارك. الميتافيرس بالفعل بقت موجودة نسخة تجريبية في أمريكا وفي كندا. مش مسموح إن أي حد إنه يخش العالم ده إلا إذا كان سنه أعلى من 18 سنة. طيب إيه اللي حصل؟ نينا جين دي اتعرضت للتحرش اللفظي والجسدي في الميتافيرس. نينا جين هي أم لأربع أطفال عندها 43 سنة. الست دي مش ست عادية، الست دي نائبة الرئيس إحدى شركات اللي شغالة في تطوير الميتافيرس. طيب إيه اللي حصل؟ هي كانت داخلة عادي العالم الافتراضي بالكاركتر بتاعها زي اللي احنا شايفينه ده. الكاركتر ده انت بتخش عادي، هي كانت بتباشر الاعمال، بتشوف وصلوا لحد فين يعني في العالم الافتراضي ده. اول ما دارت لمدة 60 ثانية بالظبط، وابتدى يظهر من 3 لـ4 شباب ان هم يتكلموها بطريقة مش كويسة، ان هم يغلسوا عليها ويشتموها، وكمان حاولوا ان هم يمارسوا معاها الفاحشة يعني زي ما بيقولوا. طبعا انت هتبصلي نظرة اللي هو استعجاب، ايه الهبل اللي انت بتقوله ده، احنا في عالم اصلا مش موجود. ولكن هي الموضوع حاولوا تتخيلوا معايا شوية ان هو يميل للواقع. طيب الشركة بتاعت الميتافيرس، الميتا نفسها ملوش دعوة بمارك، يعني هو الرئيس التنفيذي للمختص بالعالم الافتراضي ده قال ان في حاجة اسمها السيف زون، الميتا سيف زون. الميتا سيف زون دي انت مفروض بتفعلها وانت جوه العالم بتاع الميتا علشان تحمي نفسك مثلا من يعني صدمات، مثلا بتعملش حادثة وانت مش على الدائري. لو في دائري هيبقى في الميتا، يعني لو في مثلا رجيت كشك هنا بتاع فتتعرضش للنصب في الكشك زي اللي هنا كده، لو انت هتشتري مثلا كروت شحنة او حاجة لسه مش عارفين الموضوع هيرسى على ايه يا جماعة، موضوع كبير جدا. الشركة قالت انه أستاذة جين انت يعني عليكي برضو حبة من الغلط ان انت ما فعلتيش الميتا سيف زون اللي احنا عاملينها. وهو اصلا السيف زون او النظام الحمايه اللي هم عاملينه مش قوي كفايه ان هو يحميك من او يحميها من حاجات شبه ده. طيب انتوا بتبصوا لي نظره مجنون طبعا، بس هي الفكره كلها ان استاذه جين لما اتكلمت مع الصحافه قالت انه الواقع الافتراضي ده مصمم انه يوازي العالم الواقعي من كل شيء، من سمع لحد ما احساس، او ان انت الناس اللي بتلبس النظارات الواقع الافتراضي او بيلعبوا الالعاب الفي ار هيفهموني اكتر في الموضوع ده. فهي الست قالت انه اللي حصل لها هو اذاها نفسيا، فهي المفروض ان في قضية شغالة دلوقتي بتحقق في الواقع، وبتحقق كمان مين الناس اللي دخلوا اصلا عشان يعملوا الموضوع ده. لان من العيوب اللي قلنا عليها في الميتافيرس ان انت احنا مش عارفين العالم ده مين هيحكمه او ايه الضوابط بتاعته. طيب الفكرة هنا ان انت العالم ده ما فيهوش مثلا، هل هيبقى في شرطة؟ هل هيبقى في محكمة؟ هل هيبقى في مثلا محكمة اسرة في الميتافيرس ان انا مثلا عايز اطلق او في مشاكل بيني ومن مراتي، فهروح اعمل محكمه الاسره اللي في الميتافيرس يقول لها لا انت رفعت لك قضيه هناك. من هنا هنشوف القضيه هترسى على ايه، هل العالم الميتا ده هو هيبقى ليك الخصوصيه بتاعتك في العالم ده، هل هيبقى في ضوابط بتحكم الناس اللي بتخش او الناس اللي بتتعامل في العالم ده. الموضوع استيعابه صعب علينا كلنا انه بقى في عالم تاني غير العالم الواقعي اللي احنا عايشين فيه. ياريت تقولولنا لو في تخيلات. حبيبي تفضل عم محمد بتاع العيش بيمس عليكم. هل هيبقى في عالم تاني؟ هل هيبقى في عم محمد بتاع العيش اللي بيزيع العيش في الشارع، ولا هيبقى الموضوع كله في المخابز والسوبر ماركت اللي هتبقى في الميتافيرس؟ استنونا الحلقات الجاية، هيكون في مواضيع أكبر وأقوى عن العالم اللي احنا مش موجودين فيه أساساً، اللي احنا بعاد أو سعيد. ما تنسى تسوي شير، لايك، سبسكرايب.